Ein unvergesslicher Tag. يوم لا ينسى. Unvergesslich. صفة معناها لا ينسى. مثلا Ein unvergessliches Datum. تاريخ لا ينسى. Eine unvergessliche Zeit. وقت لا ينسى. Marie und Max sind verlobt. Marie و Max مخطوباني. Verlobt تصف بها شخص ما مخطوب. ليدش (عازب أو عازبة) فيرلوبت (مخطوب أو مخطوبة) في غاتت (متزوج أو متزوجة) غيشيدن (مطلق أو مطلقة) و (أرمل أو أرملة) زيفردن هاي هايغاتن (سوف يتزوجون في شهر مارس) دا مارس هو شهر مارس مع شهور السنة نستخدم إم الفعل هاي يعني تزوج يتزوج ماكس است ماوغا يعني ماكس عامل بناء در وهو عامل البناء und er baut sein neues ويقوم ببناء منزله الجديد الفعل باون هو فعل بلوس أكوزاتيف معناه بنا يبني ماغي هات ماكس كينن جيلانت تعرفت ماغي على ماكس الفعل كينن ليرنن يعني تعرف يتعرف هو فعل منفصل يعني كينن تنفصل على ليرنن عند تكوين الجمل وفعل بلوس أكوزاتيف اش ليرنو ديش كينن انا اتعرف عليك في ليرنن أونس نحن نتعرف على بعضنا البعض بشكل <سؤال> أفضل <سؤال> ديش وأونس ضمائر شخصية في أكوزاتيف ألس إر Katze zu dem فوزي arbeitet. عندما أحضر قطته إلى المكان حيث تعمل عندما نستخدم ألس كرابطة تعني عندما فين أيضا تعني عندما ما الفرق بينهما نستخدم ألس في الماضي مع الأحداث في الماضي الأحداث التي حصلت مرة واحدة في الماضي برغت هو الفعل بغينغن يعني جلب أو أحضر در أوت وهو المكان حرف جاتسو نستخدمه مع الضاتيف فين إيش إندي شتات كوف إيش بغوت أشتري الخبز عندما أذهب إلى المدينة. Als ich Kind war, spielte ich oft im Park. عندما كنت طفلا لعبت كثيرا في المنتزه. استخدمنا فين في الجملة الأولى لأننا عندنا حدث يتكرر مرارا وتكرارا. والجملة الثانية مع ألس حدث مرة واحدة يحصل. كم مرة تكون أو يكون الإنسان طفلا مرة واحدة، بغض النظر هل مدة قصيرة أو طويلة، الإنسان يكون مرة واحدة في حياته طفلا، رغم أن هذه الفترة تستغرق سنوات، ولكنه حدث يحصل مرة واحدة، فين تستخدمها للأحداث التي تتكرر، ألس تستخدمها في الماضي مع حدث. حصل مرة واحدة في الماضي. زي أبايتت الستير ارستين هي تعمل كطبيبة بيطرية. دير تير أرتست الطبيب البيطري. دي تير ارستين الطبيبة البيطرية. أم تاك دير هوخت سايت زند ماري أوند ماكس زير غلوكليش. في يوم الزفاف ماري وماكس سعداء جدا. die Hochzeit, وهو الزفاف. هنا عندنا الجينيتيف. die Hochzeit تصبح der Hochzeit في الجينيتيف. glücklich تصف بها شخص ما سعيد, traurig تصف بها شخص ما حزين. sie haben ihre Bekannten zur Hochzeit eingeladen. لقد قاموا بدعوة معارفهم إلى الزفاف. jemanden so etwas لَادْنِ دعوة أو عزم شخص ما لشيء ما الفعل einladen بلوس أكوزاتيف ولكن حرف جر تسو دائما يكون بلوس داتيف دوكاست زي تسو داينا لَادْنَ يمكنك دعوتها إلى احتفالك زي ضمير شخصية في أكوزاتيف داينا ضمير الملكية أنت أو أنتي في الداتيف عندما يكون الاسم مؤنث فايا وهو الاحتفال داينوفايا في النوميناتيف داينافايا في الداتيف دي بيكانتن وهم المعارف ألو كومن أمت إينن تسوفايا الجميع أتى للاحتفال معهم الفعل فايا يعني احتفلا يحتفلوا إينن ضمير شخصي هم أو هن في الداتيف زي فيان داس هم يحتفلون بالسنة الجديدة زي فيان دي سايت نحن نحتفل بالزفاف أوف دي سايت يعني في حفل الزفاف مع الاحتفالات نستخدم في أغلب الأحيان حرف جر أوف لكي نعبر أننا في احتفال معين كزفاف مهرجان احتفال او حفلة ونستعمل حرف جر اوف او تسو لكي نعبر اننا ذاهبون الى احتفال ما Wir fahren auf eine Party. Wir sind auf einer Party. Ich fahre auf ein Fest. Ich bin auf einem Fest. Ich fahre auf die Hochzeit. Ich bin auf der Hochzeit. Tanzen, essen und trinken die Gäste. Yarkusuna, yakuluna, yashrabuna, addoyuf. Elfelt tanzen, yani rakasa yarkusu. Die Gäste, wahum addoyuf. Ad Marie trägt ein weißes Kleid und Max trägt einen Anzug. Marie tritt die Füße وماكس يرتدي بدلة. Während der Hochzeitsfeier überrascht ماكس ماري. يعني خلال احتفال الزواج يفاجئ ماكس ماري. Überraschen <applause> فعل معناه فاجأ يفاجئ. Die <applause> Hochzeitsfeier معناه احتفال الزواج. تتكون من كلمتين. Die Hochzeit und die Feier. Mit شونن كت بقلادة أو بعقد جميل دي كت العقد يماندن مت اتفاس überraschen مفاجأة شخص ما بشيء ما الشيء سوف يكون بلوس داتيف لأن حرف جرميت دائما بلوس داتيف والشخص يكون في أكوزاتيف لأن الفعل überraschen فعل بلوس أكوزاتيف ich überrasche meine freundin mit einem geschenk انا افاجئ صديقتي بهديه فير اوبراشن اون إلتان ال اينم ابوينا بزياره دين زي شموك لانها تحب المجوهرات ديغ شموك وهي المجوهرات دين تعني لان عند استخدامها لا نغير شيئا في الجملة نعتبر موقعها صفر الفعل في الجمل الرئيسية يكون موقعه هو الثاني دين نعتبر موقعها صفر زي هو الفاعل موقع الفاعل هو الأول هنا ثم عندنا الفعل في الموقع الثاني الفعل هنا هو ليبن يعني أحب يحب إيش نشت كومن دين ايش خانك. أنا لا أستطيع المجيء لأنني مريض.